السلام عليكم أعزائي طلبة المرحلة الرابعة، تقبل الله صيامكم. محاضرتنا اليوم عن Research Methods، طرق البحث العلمي. بعد أن تناولنا في المحاضرة السابقة الأشياء الأساسية، أنواع الفاريبل وطريقة عرض المعلومات، اليوم راح نجي إلى طرق إجراء البحث. تقسم طرق إجراء البحث بشكل رئيسي إلى نوعين رئيسيين، Basic and Applied. الأبلايد بالحقيقة هي البحوث العملية، يعني مثلا فد معمل عنده فد مشكلة بالإنتاج، يسوي بحث لحل هذه المشكلة المحددة، أو حتى بالصحة، عندك مشكلة بالمستشفى تريد تلقي لها حل، تسوي بحث إلها. هذه يسموه applied، بحث تطبيقي. بينما البحث الأساسي البيزك هو يهدف إلى إيجاد معلومة، pure fundamental research، معلومة أساسية، discovery of new knowledge or development of theory. فهذا الفرق بين البحثين، طريقتين البحث. طبعا كل واحد له مواصفات مثل ما ذكرنا، وإلى شروط كما مذكورة هنا. إذا نيجي أحد هذا التقسيم، التقسيم الأساسي لطرق إجراء البحوث الوبائية تتقسم إلى ثلاث أنواع رئيسية بالحقيقة، أو نوعين رئيسيين نقدر نشوفه هذا التقسيم. الفرق بيناتهم هو أنه هل الباحث يتدخل في تجربة أو ما إلى دور. يعني بمثال بسيط، الباحث يعطي عقاء أو دواء إلى المشاركين أو ما يعطيهم كل شيء بس يراقبهم. إذا كان دوره فقط مراقبة نسميه observational study، فقط observe. وإذا لا، يعطي دواء أو يعطي معلومة أو يعطي لقاح أو غيرها غذاء معين، راح يصير interventional study. فهذا الفرق بين الاثنين. الأوبزرفيشنال يقسموها إلى نوعين رئيسيين أيضا، أما أن تكون وصفية، مجرد وصف، أنا جاي أريد أشوف إيش قد حالات كورونا فيروس أكو، كذا 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 كذا، أعمالهم، جنسهم، وهكذا، فقط ديسكريبتيف. أو أناليتيك ستدي، لا هنا أنا أحاول أجد أجوبة لبعض الأسئلة. طبعا هو كل بحث قبل ما يبدأ بالبحث لازم برا ما نختار الموضوع نخلي سؤال للبحث اللي هو شنو يريد من هذا البحث. فهنا الاناليتيك ستدي اكو سؤال محدد، مثلا ايكولوجيكال ستديز اكو، مثلا اكو دراسة تجي تريد تشوف انه ليش مثلا سرطان المريء اكثر بإيران، سرطان المعدة اكثر في اليابان، فيخلون دراسة معينة ويجون. هذه بالحقيقة ما تأخذ أفراد وإنما تأخذ الشعب ككل، شقد يستورد لحوم، شقد يستورد سكر، وهكذا. وأكو cross sectional study، هذه لا دراسة مقطعية، يأخذ مقطع سامبل معين من البوبوليشن ويحاول يلقي السبب. وأكو case control study اللي هي دراسة مقارنة نسميها، يعني اخذ مريض واخذ حاله مقارنه. واكو كوهورت ستدي، كوهورت معناها جاي من كلمه لاتينيه معناها كتيبه، يعني اخذ فد مجموعه كبيره من الناس بغض النظر عندهم المرض او ما عندهم المرض، وابدي اشوف ايش قد منهم متعرضين، ايش قد منهم صار عندهم المرض، ايش قد منهم ما متعرضين، ايش قد صار عندهم المرض، واقارن النسبتين. راح يضل هنا اسميه ريليتيف ريسك، يعني معدل المرض هل هو أعلى بالناس المتعرضين أو لا. هذه أنواع الرئيسية للبحوث. بقى عندنا أكو الإكسبرمنتال، هذه قلنا اللي هي إنترفنشنال ستدي، وأحسن أنواعها هي الراندومايزد كنترول ترايل. راندومايزد كنترول ترايل يسموه RCT، هذا مصطلح مهم لازم تحفظوه، يعني الاختيار يكون بشكل عشوائي ويكون مسيطر على التجربة، يعني لأنه أنا راح أعطي علاج، أعطي دواء. أغلب الأدوية الحديثة هسه مثلا اللي يقول دواء
كورونا فايروس يستخدمون هذه الطريقة. وأكو عندي فيلد ترايلز ورا ما أنجح بالآر سي تي أجي أسوي دراسة ميدانية فيلد ترايل، وبعدين أسويها بشكل أوسع كوميونتي ترايل. وهذه أنواع الدراسة. فهسه قلنا عندنا observational وعند interventional study، وذكرنا أنه الأناليتيك أما النوعين الرئيسيين هي الكوهورت ستدي. هذه الكوهورت تكون مستقبلية، يعني أنا أختار مجموعة من الناس وأبدي أراقبهم على مدى 10 سنين، أشوف إيش قد منهم صار عنده ضغط، إيش قد عندهم كان يدخن، إيش قد واحد. بينما الكيس كنترول لا، يسموها ريتروسبكتيف، لأنه هذه هنا يسموها بروهوك، هذه يسموها تروهوك، يعني على الماضي. أجي أخذ مرضى عندهم سرطان الرئة وأخذ مرضى ما عندهم سرطان الرئة، وأشوف كم واحد من دول اللي عندهم سرطان الرئة كانوا يدخنون. فإذن هنا أنا أجي أشوف الحقيقة التعرض وليس الإصابة. هنا عندي الجزء الأول. شكرا جزيلا.